الحقيقة سمعت واحد المجموعة التدخلات حول الطعام في الخبرة اللي جريناها، وللأسف الشديد نقدر نأكد لكم أن عملية التشريح اللي قمت بها أنا وجوج من الزملاء ديالي عندهم خبرة طويلة لا في ميدان الجراحة ولا في الطب الشرعي، قمنا بتشريح جثة المتوفى الدكتور مراد الصغير اللي هو الزميل ديالنا، وكنعرفوا ان كان عنده عده معاناه صحيه. اون توت نوتراليتي حنا اون توكو كوميسيون ميديكال سهرنا على التشريح ديالو، ونقدر ناكد لكم وبدون لبس ان الوفاه ديالو كانت وفاه عاديه سويت واحد لافاكتور دو ميوكار، ولو للاسف الشديد ما خصنيش نقول ديغنوستيك ولكن اضطريت نقول هذا الدياغنوستيك، مع انه كان يعاني كذلك من مشاكل في المعده ديالو. للاسف الشديد سمعنا واحد المجموعه ديال الترهات والتدخلات واللي احيانا كيطعنوا كاع في الكفاءه ديالنا وفي الخبره ديالنا، وبالتالي انا ناكدكم ان المرحوم رحمه الله عليه مات وفاه عاديه، واللي حنا كاطباء وهذاك الزميل ديالنا للاسف الشديد توفى وفاة عادية، كنزيد نأكدها مرة ثانية. وأي واحد اللي عنده شي إشكال مع نتيجة التشريح ديالنا أو كيطعن في الكفاءة ديالنا كأطباء خبراء بيناتنا وبين القضاء، لأن ما يمكنش الإنسان في هاد بعد خبرة طويلة وبعد التخصصات اللي عنده يمكن تخفى عليه مثلا او يكون شي لبس في عمليه التشريح. ابدا تشريح مسائل عاديه بالنسبه لنا، ولدينا من الخبره ومن الكفاءه اللي قدرنا نثبتوا بها الوفاه الطبيعيه اللي توفى بها الزميل ديالنا اللي هو مراد الصغير. واعيد واكرر اللي كيطعن في الكفاءه ديالنا فعليه ان يذهب للقضاء، وبينتنا وبين القضاء. واللي كانت عنده شي اغراض شخصيه لأهداف شخصية كنجهلها فهذاك شغلته. أنا بالنسبة لي اللي طعن في الخبرة ديالنا وكذا، كاين مؤسسات الحمد لله حنا دولة مؤسسات، فلهذا يذهب إلى القضاء وحنا مستعدين بالدليل وبالحجة نثبتوا الوفاة.